أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال أعمال متميزة. اخترنا لكم اليوم السيد أكبر، صاحب مطعم جولدن فيش. أستاذ أكبر نورتنا، يا مرحبا فيك في البرنامج. أهلا وسهلا فيك. حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم، تفضل. شكور، السلام عليكم، كيف حالكم مشاهدين الكرام؟ وأنا أكبر زمان خيل من مطعم جولدن فيش، زين، لأول مطعم أنا في تجربة داخل الإمارات، في قبل شغلات تانية تجارة، وأنا وايد حب شغل المطعم. فتحت مطعم اللي على بحر، أنا بعد اللي هذه منطقة أحب وايد مشان اللي بيوت شيوخ والسياحة والبحر، زين، وايد حب. واللي قبل ما عندي خبرة بالمطعم، بس الحين الحمد لله أوكي. من 2014 فتح الشغل مطعم، والحمد لله أنا راضي ونجح بهاي الشغل الحمد لله. عشان في سياحة وايدين ومكان حلوة ممتاز، وإن شاء الله فترة الجاية بنشوفكم يا رب في العالمية. عالمية إن شاء الله. إن شاء الله. خبرنا أكثر عن أنواع المأكولات والمنتجات اللي بتقدموها في جولدن فيش. أكثر أكلات البحرية، ليش؟ اللي فيه اسمه محل جولدن فيش، لأكثر في بحرية سمكات وكل شيء عندي الطازج. لأيام في برد بنحط الطاولات فوق كل السمكات البحرية، ناس يختارون وست شهور. وعندي الأكلات خاص حق إيرانيين، أكل إيرانيين، زين، ومأكولات إيرانيين وأفغاني، ولهاي منطقة شو لكل ميكس، يعني سياحة وإنترناشنال. عندي كل أكلات مشان اللي حط مثلا الناس بيون من عرب يريد مشاوي، عندي المشاويات كلها، زين، بالتستو عربي والأي أي من أي بلاد اللي يحبون، يعني هاي ما شاء الله. طبعا احنا موجودين اليوم في مكان سياحي مثل ما حضرتك تفضلت، في كثير مطاعم موجوده، شو اللي بيميزكم عن باقي المطاعم؟ شو المميز عندي؟ مميز عندي اكثر كباب الافغاني والبحريه، هذه الاثنين الناس يحبون وايد يجربون، يعني جربته وايد، كل الناس مبسوطين حق اكله. عندي الوايد سياحة بي هناك جروب، يعني ممتاز. مو بس العادي جروبون، 50 شخص، 40 شخص، 100 شخص، وناس يحبون الأكل مالنا. وفي عندي أكثر في بحرية مالنا سبيشل أكلات جولدن فيش أكيد طبعا. شو الهدف والرؤية، شو البلان اللي راسمينه للأيام الجاية؟ البلان إن شاء الله عندي بلان كبيرة، إن شاء الله فترة قليل بنوضع المطعم على البحر، زين، ممكن فترة 6 شهور 7 شهور، وبنسوي إعلانات مشان ناس داعية، تعرف داعية، ناس يحبون داعية وبيهم يشوف مكان. وأحيانا أنا ما نسوون داعية، هذا الحمد لله اللي حصل أي شيء من سياحة والمنطقة. ان شاء الله فتره قليله بنسوي دعايه وندخل اول شيء البحر، مشكله اللي مكاننا الطريق، وندخل على بحر مكان حلو حق فاميلي وناس يحبون مكان قديم. وهذا البرنامج المال نسوي الفتره قليله ان شاء الله نسوي. ان شاء الله يا رب، نتمنى دائما النجاح والتوفيق والتميز ان شاء الله. شكراً. موجودين نحن في دوله الامارات، الامن والامان في الدوله عالي جدا، كيف ممكن يأثر الأمن والأمان على رجال الأعمال، على المستثمرين؟ صراحة يقول أنا الحين 24 سنة بالإمارات، أول دولة بالعالم إمارات. أنا عايش عن 24 سنة بالإمارات وعائلة كلها أمن، أكثر من هذا البلاد ما في أمن. أكيد صح صح. وأنا ليوم حياتي موجود داخل هاي البلاد، ليش؟ انا فكره هذا بلادي، وانا ما عندي البلاد، زين،
بلادنا تعرف وين. ما الله انا ما الله شفته الله انا ما شفته مره واحده شفته ببلادي، بس انا اليوم صار اكبر يا امارات من سنه 99 امارات. ما شاء الله ما شاء الله. وانا لأي مكان يصير اي تجاره بنسوي لازم تيجي هنا بنسوي، اكيد ما بنصير مكان ثاني. ليش؟ حق امن. مشكورين للشيوخ دوله الامارات سوون امن حق كل الناس، حق كل الناس. وانا بعد عندي من جماعنا وايدين باليوروب بالامريكي، انا سويت الدعوه هنا مشان يجي بنسوي تجاره عين ممكن فوق 10 اشخاص انا جابه من الامريكي ما شاء الله. وهني سويت فتح تجاره مشان امن. انا سويت دعايه قلت تعال هاي منطقه وهاي بلاد في امن وامان وفي بركه ان شاء الله. اكيد طبعا. متشكرك على ظهورك معنا اليوم، شكرا لك وشكرا لوقتك الثمين. قبل ما ننهي الحلقه حابين نتعرف ايضا على كيفيه الوصول والتواصل لمطعم جولدن فيش. لوكيشن سوق الكبير ببر دبي، سوق الكبير لشارع يقولون شارع مينا، مو واحد اسمه في جنب في ابره لبنك البرودا معروف هذا. أكيد. البنك مال هنديا وشارع الخور يقولون اكثر من اسم هذا المنطقه لشارع الخور. طبعا جميع ارقام التواصل وايضا الموقع سوف يظهر اسفل الشاشه. شكرا لك مره اخرى استاذ اكبر. الى هنا اعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الاسبوعيه مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC العربيه. دمتم بخير وفي امان الله. شكرا.